المباراة يوم الجمعة إن شاء الله أمام يانج أفريكانز، مباراة مهمة جدا الحقيقة في دوري أبطال إفريقيا. الكل يعلم تماما أن النادي الأهلي تأهل، أن نادي يانج أفريكانز تأهل. كيف ترى هذه المباراة؟ أنا لسه كنت بتكلم معاه وبقول له إن الماتش ده هيبقى ماتش حلو جدا، لأن أنا فريق يانج أفريكانز أنا واحد من الناس اللي مقتنع فنيا بهذا الفريق، وبالتالي أنا بشوف إن الماتش اللي جاي هيبقى ماتش حلو في الملعب، هتلاقي ماتش حلو جدا. Yeah, on Friday it's نعم. gonna be a very good game. مباراة الجمعة ستكون مباراة جيدة لأن كلا الفريقين قد تأهلا بالفعل لربع النهائي. وهذا يجعلنا أن نأتي للقاهرة لنري ما نريد، نري حماستنا ونري ما نستطيع أن نفعله في مباريات خارج الديار في استاد القاهرة. أنا رأيت الأهلي مختلف تماما حينما لعبوا أمامنا في دار السلام. أنا أحببت طريقة لعب الأهلي سابقا، يلعبون بطريقة بسيطة، ولكن حينما لعبوا أمامنا لعبوا بشكل قوي، ونحن أيضا سنريهم ذلك أننا نستطيع أن نؤدي بشكل قوي. ولكنها آخر مباراة وكلا الفريقين قد تأهلا، فنحن نبحث عن المرتبة الأولى والأهلي يبحث عن المرتبة الأولى، فبالتالي نحن نريد أن نتساوى مع الأهلي، ولكن ستكون مباراة بلا ضغط وبلا ضغط التأهل، ولا يوجد ضغط على اللاعبين ولا الجهاز الفني، فبالتالي ستكون مباراة كرة قدم والجميع سيستمتع بهذه المباراة.